قام حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء أمس، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية، حيث كان في استقبال سموه رعاه الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ومستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد سليمان فهد الفهد، ومستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح، وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري، والوكلاء المساعدون بالوزارة. هذا وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة الفريق محمود محمد الدوسري وكيل وزارة الداخلية، أخواني وأبنائي قادة وضباط وكافة منتسبي وزارة الداخلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، وأخي معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والأخوة المرافقين بكم في هذه الليلة
إذا تبادل التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، وذلك كما اعتدنا سنويا، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم، وعلى المقيمين على أرضه الطيبة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. أخواني وأبنائي، إنكم تدركون جثامة الأمانة الملقاة على عاتقكم، والتي أنتم أهل لصونها، وهي أمانة الحفاظ على أمن الوطن والحرص على سيادة النظام العام وتطبيق القانون، وهي مسؤولية جسيمة تتطلب منكم التفاني والإخلاص والعمل الدؤوب للإيفاء باستحقاقاتها العامة والحيوية. وإنه ليسرني الإشادة بما شهدته مختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية من تطور بارز، لا سيما بالتوسع باستخدام أحدث المعدات والوسائل، وبشكل خاص ما يتعلق بأجهزة المراقبة والتحكم وإخضاع منتسبيها للدورات التدريبية، مما أسهم بصورة كبيرة برفع مستواها وكفاءتها. كما نثني على ما حققته وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية من إنجازات مقدرة، وما تقوم به من عمليات استباقية لمكافحة الجرائم، مما أسهم في انخفاض الجرائم في الفترة الأخيرة حسب ما تشير إليه الإحصاءات المنشورة. يشهد مجتمعنا كغيره من المجتمعات الأخرى بعض الظواهر السلبية التي أخذت تزداد نتيجة اتساع الرقعة السكانية وأعداد السكان، ولعل أبرزها ظاهرة انتشار المخدرات التي تتطلب مضاعفة الجهود والتعاون مع بقية الجهات المعنية للحد منها ومحاولة القضاء عليها، إضافة إلى جرائم القتل وحوادث السرقة والنصب والاحتيال، والتي تستدعي التصدي الحازم لها بالتطبيق الصارم للقانون دون تسامح أو تراخي، مقدرين الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في نشر الوعي الأمني وإبراز خطورة هذه الظواهر السلبية. إن مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها البلاد كغيرها من البلدان تستلزم تكثيف الجهود مع الجهات ذات الصلة لإيجاد الحلول المناسبة لها، آملين أن يسهم استكمال شبكة الطرق والجسور التي لا زالت قيد الإنشاء في تجاوز هذه المشكلة ورفع معاناتها. كما أن مما يؤسف له ما نشهده من كثرة الحوادث المرورية المرعبة التي أخذت تحصد أرواح شبابنا، مخلفة بذلك أعدادا كبيرة من المصابين والمعاقين، وهو الأمر الذي يستدعي اتخاذ كل ما يلزم للتخفيف من هذه الحوادث والتطبيق الحازم لقوانين وأنظمة المرور. إن الأمن والالتزام بتطبيق القانون هما الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتطورها، ولقد تشرفتم أن تكونوا الواجهة المباشرة لتطبيق القانون وحماية أمن البلاد، وإن نجاحكم في إداء مهامكم مرتبط بمدى تعاونكم وتواصلكم مع المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن العزيز
بالإضافة إلى التنسيق التام مع مختلف جهات الدولة. نسأل المولى تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يكتب لكم التوفيق والسداد، ويتقمد بواسع رحمته ومغفرته شهدائنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ألقى أيضا وكيل وزارة الداخلية كلمة بهذه المناسبة. حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، سيدي معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الموقر، سيدي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الموقر، معالي الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، أصحاب المعالي الموقرين، الضيوف الكرام. ضيوفنا الكرام، من نعم الله علينا أننا نعيش نفحات هذا الشهر الفضيل الذي عاده الله علينا، وسموكم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، ووطننا الغالي يعيش في أمن وأمان تحت قيادتكم الحكيمة. وبمناسبة هذا الشهر المبارك نتشرف الليلة بلقاء سموكم سيدي وسيدي سمو ولي العهد حفظكم الله وصحبكم الكرام كعادتكم في مثل هذا الشهر الكريم من كل عام، لقاء تحرصون فيه على التواصل الدائم مع أبنائكم منتسبي وزارة الداخلية، لقاء نجدد فيه الولاء والعهد وعمق الوفاء لسموكم الكريم، لقاء نستله منه مضاعفة الجهد والعطاء. سيدي حفظكم الله ورعاكم، إن وزارة الداخلية بفضل توجيهاتكم السامية وثقتكم القالية بأجهزة الأمن ودعمكم الكريم استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، سواء على الصعيد الأمني أو التطوير أو التحديث في كافة قطاعاتها، وقد تحققت منطلقات الاستراتيجية ونجاحاتها، ومنها ما يلي: أولا، التطوير الإلكتروني، الجواز الإلكتروني الأفضل عالميا. حصدت وزارة الداخلية جائزة الإنجاز المتميز لأفضل جواز سفر إلكتروني لعام 2018 خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الخاص بطباعة الوثائق الرسمية والأمنية، والذي تم في مدينة وارسو ببولندا، وذلك مشاركة العديد من الدول وكبرى الشركات المتخصصة في المستندات والوثائق الأمنية، وذلك لما يحمله الجواز الإلكتروني من أحدث المعايير الأمنية المعمول بها حول العالم، مما يجعله عصيا على التزوير، وهذا يعد شهادة فخر واعتزاز لجميع أبناء الكويت، ووسام شرف على صدور منتسبي وزارة الداخلية، ودافعا لهم للبذل مزيدا من العطاء. ثانيا، جناح طيران الشرطة. شهد جناح طيران الشرطة نقلة نوعية في مجال تطويره بدوريات الجوية وزيادة مهامه الأمنية، وذلك بانضمام 4 طائرات الأحدث تكنولوجيا إلى أسطول طائراته، ليصل عددها إلى 8 طائرات، والتي من مهامها القيام بالدوريات الأمنية في أجواء دولة الكويت، والمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ والإخلاء، إخلاء المرضى والمتضررين برا وبحرا، والمساعدة في تنظيم السير ومراقبة خط سير المواكب الرسمية، ومساعدة كافة القطاعات الأمنية، والقيام بعمليات الإسناد للأمن الخاص، ومساعدة الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للإسعاف. وقد قامت إدارة جناح طيران الشرطة خلال عام 2017-2018 بتنفيذ أكثر من 660 ساعة طيران، منها 423 ساعة طيران و222 ساعة مهام تدريبية. ثالثا، المخدرات. آفة العصر، تخوض وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها حربا شرسة ضد عصابات الاتجار بالمخدرات بتطبيق أحدث الأساليب
والخطط والاستراتيجيات، وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الأمنية لملاحقة الأساليب المتطورة التي تلجأ إليها تلك العصابات، مما ساهم في تحقيق ضربات استباقية وإنجازات مميزة لتجفيف منابع ترويج المخدرات. واستمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات، جاءت توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء سيدي وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح بانطلاق الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات، والتي تشارك فيها كافة وزارات الدولة للوقوف سدا منيعا في وجه هذه الآفة المدمرة. رابعا، شرطة البيئة. وعلى المستوى البيئي حققت إدارة شرطة البيئة عدة إنجازات واتسعت دائرتها حتى أصبحت مثالا يحتذى به، وذلك كله جاء نتاجا للاستراتيجيات والخطط الموضوعة لرصد أي مخالفات بيئية والعمل على تقديم نموذج ناجح في الحفاظ على البيئة بجميع المناطق البرية والبحرية بالكويت. خامسا، أجهزة الضبط المروري. وتحقيقا للضبط المروري ورفع مستوى السلام المروري على الطرق في كافة أنحاء البلاد، عززت وزارة الداخلية أسطول كاميراتها إلى 100 كاميرا جديدة علاوة على ما هو موجود، حيث هي الأحدث تكنولوجيا، تعمل على مراقبة الطرق على مدار الساعة والبث المباشر إلى الإدارة العامة للمرور للحد من المخالفات المرورية والعمل على ردع المستهترين، وكذلك تطبيق نظام الأونلاين لإدارة الكاميرات وإدارة الإشارات الضوئية. سادسا، كاميرات الدوريات الذكية. من منطلق مواكبة التقنيات الحديثة، زودت وزارة الداخلية دورياتها الذكية بكاميرات جديدة، وذلك لتوثيق عمل الدوريات عند استيقافها لأي شخص، وذلك لحفظ حقوق كل من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن. وقد تم تركيب 700 كاميرا على 700 دورية، وجاري تعميم المشروع على جميع الدوريات الأمنية في البلاد. سابعا، خدمات الإلكترونية المتميزة. حرصت وزارة الداخلية على مواصلة تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتلائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، لذلك قامت بالانتهاء من تطوير المرحلة الثانية من تطبيقها الإلكتروني وزارة الداخلية الكويت MOI كويت، من خلال إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المستخدم، وقد أخذت بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على السرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين قبل إطلاقه للجمهور. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، إن هذه الزيارة السامية هي وسام عز وشرف على صدورنا جميعا، تزيدنا فخرا واعتزازا بالثقة القالية، داعين الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه العادة الرمضانية الكريمة من لدن سموكم رعاكم الله، معاهدين سموكم أن يظل أبناؤكم رجال الأمن أوفياء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، وإن نكون دائما وأبدا العيون الساهرة على استتباب الأمن واحترام دولة العدل والقانون والإنسانية، ونكون الأمناء على المصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين. كما يشرفني يا سيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسيدي سمو ولي العهد الأمين حفظكم الله ورعاكم، في نهاية مسيرتي الأمنية طوال 45 عاما قضيتها في وزارة الداخلية، وتوجت بمكرمة رفيعة وسامية من لدن سموكم في توليتي وكيلا لوزارة الداخلية، وما كان لذلك يكون لولا، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إدارة مسؤولياتي واختصاصاتي في الحفاظ على أمن البلاد ومكتسباتها بالتعاون مع سيدي وبأمرة سيدي وقائدي معالي وزير الداخلية وزملائي إخواني الضباط، وما كان لذلك أن يكون لولا دعم ومؤازرة وتوجيهات سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين الأب الروحي لوزارة الداخلية ولمعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح الذي يولي الاهتمام في المؤسسة الأمنية والعسكرية ويعطينا من نصحه ومن إرشاده ومن نظرته الثاقبة، وكذلك الدعم اللامحدود الذي يقدمه سيدي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لبرامج ومشاريع وزارة الداخلية لكي تصل إلى ما وصلت إليه. كل الشكر والعرفان
لسموكم، وأتمنى من زملائي الاستمرار في عطائهم وفي بذلهم وفي ولاءاتهم، وإن شاء الله يكون الحظ التوفيق حليفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى الرائد يوسف محمد العتيبي قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور. يا سيدي تبقى على العز والدوم وتساق لك جزل المعاني الفريدة، في كل عام ننتظر مثل هاليوم، يلا عساك بكل عام تعيده. يا مرحبا وزيارتك تفرج هموم مثل المطر على الديار الهميدة، صباح الأحمد ذخرنا عالي القوم، شعبك معك في اللينة والشديدة. صباح الأحمد ما بعد علمك علوم، الراي رايك والأوامر سديدة. صباح الأحمد حكمتك تفرق السوم، وسياستك فيها الهقاوي بعيدة. في تركيا وقفت يوم بعيد الحوم، واثبتت بأن القدس ما هي وحيدة. صباح الأحمد حكمتك تفرق السوم، وسياستك فيها الهقاوي بعيدة. في تركيا وقفت يوم بعيد الحوم، واثبتت بأن القدس ما هي وحيدة. فزعتك شمس ما تغطيها الغيوم، كل الأمم على فعولك شهيدة. ويوم الدول فيها لمن صار معدوم، إرهاب وأحزاب وخراب ونكيدة. حنا بفضل الله بخيرات ونعوم، بقيادتك عشنا حياة الرغيدة. حنا بفضل الله بخيرات ونعوم، بقيادتك عشنا حياة الرغيدة. ما فيه متشرد ولا فيه محروم، بأمن وأمان وجعل ربي يزيده. وجنبك ولي العهد بل لازم يقوم، يفداه من حاول يشب الوقيدة. نواف الأحمد بل مواقيف معلوم، دايم لأبو ناصر سنده عضيده. نواف الأحمد بل مواقيف معلوم، دايم لأبو ناصر سنده عضيده. وللصباح شيوخنا دايم الدوم، ومن الولا ما هو بحاجة جديدة. تبقى الكويت ومجدها ما له رسوم، غصب على ظروف الزمان العنيدة. وعمق العلاقة بين حاكم ومحكوم هي قوة الشعب الكويتي ورصيده. ومن الوطن واجب على كل شغموم، ومن احتماله جعل ما هو فقيدة. واللي يحاول يزرع الشر مهزوم، حنا رجال الأمن نقطع وريده. حنا رجال الأمن وعزومنا عزوم، حب الوطن سنة وفرض وعقيدة. عيوننا تسهر ولا تعرف النوم، وعين المواطن بالحلومة السعيدة. واختامها تبقى على العز والدوم، واسمك فخر للشاعر وللقصيدة. أمرك سيدي. هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله بتوقيعه على سجل الشرف. وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله هدايا تذكارية بهذه المناسبة. وقد رافق سموه رعاه الله في هذه الزيارة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وكبار المسؤولين.